معانا السيدة أم كرمة، تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، لو حد نادر ان هو يعني يجيب شيء يذبحه وكده، هو حاليا مش قادر ان هو يعمل كده، هو مش قادر يجيبه خالص؟ بتقول ايه حضرتك؟ هو مش قادر يجيبه خالص، هو نادر قال ايه؟ هو نادر ان هو يجيب ذبيحة، يعني مثلا خروف او يعني، هو قال نادر عليا اجيب في الوقت دوت، مش بعد ولا قبله؟ ولا هو قال لا ايه؟ هو يعني هو تقريبا هو قال ايه، يعني هجيب حاجة مثلا اذبحها بنيتي ان عيال مثلا يبقوا كويسين او كده. طيب يبقى نادر عليا ان انا اذبح مثلا شاء او اذبح اي حاجه لاجل ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر امور اولادي، صح كده؟ تمام طيب كده. هو او قادر مثلا يجيبه، ربنا هو يكفيني قادر الكلام يجيبه ده. بعد كده ولا خلاص هو مش هيقدر يجيبه خالص؟ والله حضرتك بقى دي حاجة لسه تبع الظروف، يعني هو الوقت مثلا اللي نادر النادر ده مع مبلغ معين مثلا، بس اللي هو شايله ايه يعني ايه للزمن او كده، هل يفضل يجيب من المال دوت ويعمل النادر ده، ولا يعني في كفارة او لا، كفر الافضل المسلم او الافضل كده؟ ان الفلوس اللي هو اذا كان هو ندر هو كده اوجب على نفسه، وبقى الندر دوت خلاص بقى في ذمته، فالافضل ان هو يوفي الندر ده. واذا كان هو مش مستطيع، يعني لو كانت الفلوس دي مش مدخرة، الفلوس دي للحاجات الاساسية بتاعت البيت، يعني هو دلوقتي ده بفلوس المدارس، دي فلوس الاكل والشرب، ده فلوس الشهر اللي احنا هناكل ونشرب فيه وهنودي الاولاد المدارس، لو ان احنا ذبحنا الذبيحه دي مش هنلاقي ناكل، او مش هنلاقي المدارس بتاعت الاولاد، لا يبقى هو دلوقتي معهوش، لان دي الحاجات الاساسيه. لكن هو لو ما عندوش، لان ما ينفعش تجور يجور النادر على الحاجات الاساسيه بتاعت الشخص. طيب لا، ما عنده، لا هو عنده فلوس مدخره لو حصل حاجه في الظروف، لا يجيب بيها النادر ويذبحه، لان هو ايه اللي حاصل؟ النذر ده أصبح واجبا عليه، فعليه أن يوفي به.